مصطفى، يعني انت يعني اكيد دعم النادي الاهلي ومتمثل في كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره طبعًا. دعم كبير، كلمني عن الدعم ده. لا النادي الاهلي من ساعه اول يوم ما دخلته وهو الحمد لله يعني فرحه كبيره ليا انا ولعيلتي الصراحه. ما حققتش حاجه وانا كنت في نادي الجزيره خالص. لما جيت النادي الاهلي كنت ده طبعا الفضل يرجع لكابتن ناصر زهران في البدايه طبعا، هو وكابتن عباس قعود طبعا في البدايه اتبناني وانا في النادي الاهلي، وجيت من 6 سنين الاهلي اعتقد. كان ساعتها بقى ابتدت اتولى البطولات وكسبت اول بطوله عالم في الاهلي، وبعد كده لعبت 17 و19 كنت باخد الحمد لله الايفنتات الاثنين. وطبعا جيمي اختلف، ابتديت العب رجال، النادي الاهلي دعمني بشكل كبير جدا. بحب اشكر مجلس اداره وكابتن خالد مرتجي طبعا على المجهود الكبير الكبير اللي هو اي مشكله على طول بكلمه، يعني دعم كبير جدا. وكابتن رؤوف طبعا على طول في المكتب عنده. يعني نفسك كابتن محمود الخطيب يحضر لك ماتش؟ طبعا يعني هيبقى شرف كبير ليا لو جه بطوله الثمانيه، يعني دي تبقى مش عارف على لا 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 بس يعني عايز اقول لك دي ان يعني شاء الله. كابتن محمود الخطيب شفناه بيروح لكره اليد سيدات طبعا، كره اليد الرجال حتى طبعا. لو الفرقه معرضه انها تخسر صح، وبيروح وهو يعني داعم الفرقه وبيبقى موجود وبينزل يسلم على الخصم قبل الفريق صح. الفريق بتاعنا او فريق النادي الاهلي، فاكيد يعني وجوده في ليك في الملعب هيكون دافع كبير طبعا. كابتن طبعا ده هو الحاجات في الكلام اللي هو بيتكلمه في التكريم ده كلام اصلا بيأثر عليا جامد جدا. يعني انا اول بطولة عالم وقلتها كتير قبل كده، اول بطولة عالم والله كسبتها، فرايح المفروض بقى ده ساعتها اتكرم بقى. فساعتها قال لك الاهلي لو مش نمرة 1 ما يبقاش اهلي. فانا يعني خلاص البطولة دي انساها وركز في اللي جاي. صحيح. فاللي جاي دي بقى انا كان عندي بطولة عالم تانية ساعتها في 2019، فرايح بقى دافع عن اللقب. فساعتها بقى قاعد عامل كده، يعني قاعد والله وانا بس انا المفروض بسلمهم الكاس بعد ما كسبت كاس بطوله عالم، بسلمهم الكاس كاس القديم فخايف يعني الكاس ده لازم المفروض لو كسبت بطوله اخده تاني. صح. فقاعد بقى طبعا مركز في الكلام من سنه كلام كابتن محمود الخطيب. المركز الاول مركز اول لو تاني بيقول لي زي الاخير، ما ده بالظبط نفس الجمله واحنا بنتكرم اول سنه كان بطوله عالم. وخليني اقول لك انه يعني اكيد يعني انت وانت بتشارك بره او بتشارك في كل الانديه، النادي الاهلي معروف، النادي الاهلي كره قدم، النادي الاهلي العاب اخرى، لا طبعا كل شيء. طبعا ده مجرد البادج بتاع ده هيبه لوحدها، يعني ده قصه ودنيا، ودي في اي حته في العالم، ما انا ما بقولكش دول عربيه ولا لا، في اي حته في العالم طبعا. ثالث عالم كره قدم لا فريق على اعلى مستوى ما شاء الله طبعا، ترند عالمي كبير. لا الاهلي طبعا كيان، انا يشرفني ويشرف عيلتي كلها ان انا اكون في المنظومه دي وفي الاسكواش، وان شاء الله نرفع رايه الاسكواش في اي حاجه. بشكر طبعا الدعم الكبير قوي من النادي الاهلي وحتى جمهور النادي الاهلي. طب قول لي يعني انت برضو في بينك وبين الجمهور ديالوج كده حلو قوي، يعني انت قلبت الاسكواش كره قدم؟ دي حقيقة. يعني يا جماعه برضو عرضوا لنا الصور اللي كانت في بطوله الجونه، برضو كانت صح ولا كانت فين؟ في كل حته. لا في بطوله الجونه كان في تيشيرت واتعمل كده في الاهرام صح. ايوه كده انا فاكر، والتيشيرت وجالك حتى جالك جمهور. يعني اقول لك على حاجه، في الاهرام كان كبير جدا. لا لا جمهور، جمهور كوره. لا كوره وطبلة وكله كان جه في الاهرام. تعرف ان انت في البطولات دلوقتي بقى بيقلقوا منك من الجمهور، يعني الجمهور عايز يخش وعايز يتفرج، جو غريب على الاسكواش. لا هي هو ده، انا شايف ان ده هو اللي هيوصل الاسكواش لمكانه كبيره جدا ويخلي شعبيتها من يعني حتى لو ده هيجي على حسابي، بس انا عايز اودي اللعبه دي في حته تانية خالص. ممكن في ناس تتعارض مع الموقف دي، ممكن في ناس طبعا كتير بتشجع الحاجات دي، بس يعني ليه لا، ليه ما تخلص ماتش 100 وحاجه دقيقه، ليه مثلا واحد من بره يقعد يعمل لك كده؟ ده انت عامل كل ده، يعني ممكن تلعب اكتر. اهي الصوره اهي، مؤمن زكريا وقلعنا التيشيرت وفي جمهور بره، انا شايف تيشيرتات حمراء كتير اهو، يعني قلبتها كوره في كل حته. وخليني اقول لك، شوف انت بتفكر ازاي يا مصطفى، شوف انت حابب الجمهور يقرب من اللعبه ازاي. انا كلمت مسؤول كبير في احد الانديه يعني بدون ذكر اسمه، والبطولات بتتلعب، وقلت له نيجي ونغطي البطوله وبتاع، قال لي لا 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 كده كده متشاف، يعني احنا بنحاول نقدم حاجه وفي ناس بتفكر بفكر قديم. انت بتحاول توصل الاسكواش للشعبيه وانت في السن. انا الماتش ده انا مش قادر اقول لك، هو من اكتر الماتشات اللي جت عليها تعليقات في الاسكواش. يعني جت عليها فيوز في الاسكواش. ده اللي حصل. طب يعني 8 انت عامل 8 ليه؟ اهو مؤمن صح كده. الله يتمنى له الشفاء طبعا. بعد ما كسبت ماتش في البطوله الاخيره، في ماتش محمد ابو الغوار في دور ال 16، بعت لي مؤمن وربنا يوفقك ومبروك. لا قول لي كده، كابتن مؤمن زكريا بعت لك؟ بعت لي. عارف تليفونك هو؟ لا على الانستجرام. على الانستجرام. قال لي مبروك وربنا يوفقك. قلت له يعني احنا مستنيينك
كل الجمهور الاهلي مستنيك ان شاء الله ترجع بالسلامه، وان شاء الله قريب جدا ان شاء الله نلاقيه في الملاعب تاني وينورنا تاني دايما باحتفالاته بقى وحركاته كلها. هو الله. بيتحسن وانتوا يعني هو متابعك وبيدعمك بشكل مستمر. طبعا طبعا يعني انت ما شاء الله عليك دخلت السكواش بشكل الناس حبيته والناس سهلت السكواش للناس يعني.